square multiplied by delta s over sigma اللي هي بقية الترمات زي ما هي دلتا x دلتا y. دي حتة اللوس باور فين؟ في الحتة دي اللي هي هتكورسبوند لهنا لإيه؟ الحتة من السيرفس ليها دايمنشن دلتا y دلتا x. بس بريبريزنت الجي فوليومتريك ان تيرمز اوف ذا سيرفيس كارنت بتاع الايه؟ البيرفكت كوندكتور. فاقدر اكتبها هنا انها عباره عن هاف جي اس سكوير 1 اوفر سيجما دلتا اس. دلتا اكس دلتا واي اقدر اكتبها انها دلتا اس اللي هي اليمنت اوف سيرفيس اريا. من الكوندكتور. والترم اللي هو واحد على سيجما دلتا اس بنسميها ار اس اللي هي السيرفيس ريزيستنس. ده بارامتر انترنسك على الماتيريال يعتمد على الفريكوينسي اوف فيبريشن وعلى الكوندكتيفيتي بتاع الايه؟ الميتال المستخدم. تمام؟ يبقى في النهاية الباور لوس اللي عندي أقدر أقول دلتا باور لوس هي عبارة عن هاف جي اس سكوير ار اس دي اس. دال على إيه؟ على حتة سيرفس صغير اللي هو ده من الإيه؟ الميتال. طب لو عايز اللوس اللي بتحصل في الميتال كله يبقى انتجريت على كل السيرفس بتاع الميتال، يعني بمعنى آخر انتجريت على الكلام ده over all the surface of the metal. يبقى عندي هنا وصلت لهنا القانون جنرال جدا اللي هو الباور لوس اللي بتحصل في ميتال هي simply integration على السيرفس بتاع الميتال للايكويفلنت سيرفس كارنت كما لو كان الكوندكتور ده considered as a perfect conductor. تمام؟ في الار اس اللي هي السيرفس ريزيستنس بتاعت الكوندكتور اللي هي intrinsic parameter يعتمد على conductivity وعلى frequency بتاع of operation اللي هي واحد على سيجما دلتا اس اللي هي بتطلع لي عباره لما سبستيوت بقى بدلتا اس اللي عندي بتطلع لي عباره عن سكوير روت باي اف نيو اوفر سيجما. واضح هنا الديبندنسي مع الفريكونسي ومع السيجما للسيرفيس ريزيستنس اللي عندي. وده انتجريتد على كل السيرفيس بتاع الكوندكتور اللي عندي في البروبلم يديني الايه؟ التوتال باور لوس اللي بتحصل في الايه؟ في الكوندكتور اللي عندي. ده بيزد على ابروكسيميشن زي ما قلنا ان لازم الايه؟ السكين ديبت ده يبقى صغير جدا بالنسبه الويف لينث such that الايه الابروكسيميشن دون يبقى لحد ما valid. ماشي الحال؟ اتفضل. جت منين؟ يعني عرفنا منين؟ احنا الكلام ده يمكن جزء يعني ما دخلتش فيه تفاصيله قوي. جايه من ان انت بتجيب البروباجيشن جوه الميتال كي فاكتور جوه الميتال. تمام؟ من يمكن انا اتكلمت المره اللي فاتت عن حاجه زي كده الكي الكومبلكس كي يعني اللي هيطلع عندي اللي هي اوميجا سكوير روت اوف ميو في الكومبلكس ابسلون اللي هي هتبقى عباره عن ابسلون بلس سيجما على جي اوميجا و يو تيك الابروكسيميشن السيجما كبيره قوي فهيبقى الابسلون كومبلكس كما لو كان سيجما على جي اوميجا. تمام؟ فالسيجما على جي اوميجا لما نيجي ناخدها نقدر نجيب الايه؟ اللي هيبقى البروبيجيشن فاكتور الجزء الريل والايماجنري قد بعض هو الكوندكتور. الجزء الايماجنري هو المسؤول عن الاتنويشن. تمام؟ اللي هو اقدر اشوف اللينث اللي هو واحد على كابا او واحد على الفا بتاعته ده يديني الايه؟ الدلتا اس. لما اجي نحسبها تطلع لي الايه؟ تطلع لي الاكسبريشن بتاعها عباره عن 1 اوفر سكوير روت دلتا اس تطلع ده السكين ديبث بتاع الايه؟ جوه الكوندكتور. انفيرس بروبورشن مع الفريكونسي بمعنى اخر كل ما الفريكونسي يعلى كل ما السكين ديبث جوه الكوندكتور ايه؟ يقل. تمام؟ يعني التفاصيل بتاعه الجزء دون هتلاقيها في اعتقد في اي ام 2 عندكم او اللي هي الكورس بتاع الفيلدز اللي انا اديته لكم. انتوا فاكرين صح؟ مش فاكرين؟
طيب لو حبينا نحسب الكلام دون بقى في البراكتيكال بروبلم حاجه من اتنين، لان انا بعرف السيرفيس كرنت ديستريبيوشن للحاله الايديالستيك دي، لا اما بجيبها ان تيرمز اوف ذا فيلدز، ودي يمكن الحاله اللي استخدمناها واحنا بنحل ويف جايد، او انتوا بتستخدموا ان انتوا تحسبوا اللوسز في وجود ويف جايد. ما كانش عندنا معلومه مسبقه عن السيرفيس كرنت ديستريبيوشن اللي على الوولز بتاعت الويف جايد، فاضطرينا نحل الفيلدز، وكان في علاقه بين السيرفيس كرنت والبيرفكت كوندكتور والفيلد ان جي اس على بيرفكت كوندكتور عباره عن ان كروس اتش. تمام؟ فالعلاقه دي بتمكنني ان انا اسولف ان ترمز اوف اتش، لان كان بقدر احل الاتش، وبالتالي يبقى انا عارف الاتش تانجنشال، وبالتالي اقدر احسب الجي اس اللي هي تبقى ايكوال للاتش تانجنشال في الحاله دي كماجنتيود قد بعض، وبالتالي اقدر ابليس الجي اس هنا بايه؟ الماجنتيود بتاع الاتش سكوير على السيرفس. ده لو انا بحل الويف جايد. بالنسبه لحاله الانتنز في الحقيقه الموضوع ابسط من كده، لان انا عندي انفورميشن دايركت عن الكرنت ديستريبيوشن على السيرفس بتاع الكوندكتور. في واقع الامر انا ما عنديش الفيلد، انا عندي الكرنت نفسه. فاي نو ان في كرنت ماشي على الواير اللي هو الاي اي اوف زي برايم. تمام؟ بسيرتن ديستريبيوشن يمكن اتكلمنا عنه المحاضرات اللي فاتت، اللي هو الساينسويدال كرنت ديستريبيوشن على الايه؟ على الواير انتنا او الفاينايت لينث دايبول اللي عندي. وبالتالي اقدر اجيب السيرفيس كرنت لو جيت اوزع الكرنت ده على البريمتر بتاع الايه؟ الواير. يعني هاسيوم دلوقتي ان الواير دون ان هو بيرفكت كوندكتور، ووزع الكرنت اللي ماشي على السيرفيس يونيفورملي على الاوتر سيرفيس، واليونيفورمتي جايه من السيمتري بتاع البروبلم، يعني مفيش اي حاجه تعمل السيمتري او تخلي الكرنت يكونسنتريت في حته اكتر من الثانيه. الكرنت اللي ماشي هيبقى ماشي ايه؟ وطبعا ورا هنا هيبقى برضو يبقى التوتال كرنت ماشي بحيث ان هو على السيركمفرنس كده بشكل يونيفورم، واقدر اقول ان التوتال كرنت هو عباره عن السيرفيس كرنت اللي عندي دون ملتبلايد بالايه؟ بالسيركمفرنس اللي هو 2 باي بي. تمام؟ لان الكرنت باي ديفينيشن هو جي اس في الايه؟ في اللينث البربنديكولار على اتجاه الكرنت. يعني هنا ده اللينث البربنديكولار اللي هو السيركمفرنس، ده اللينث البربنديكولار على اتجاه الايه؟ الكرنت فلو اللي هو الونج الزد، صح؟ فلما اضرب في السيركمفرنس ده كله اللي هو لو عندي راديوس بي هيبقى السيركمفرنس او البريمتر بتاعي هيبقى 2 باي بي ضرب في جي اس يديني الكرنت الالونج الزد. يبقى من هنا اقدر اوصل للسيرفيس كرنت دنسيتي كماجنتيود على الانتنة هو عبارة عن الـ IE of Z prime على 2 باي بي. يبقى اقدر من هنا احسب اللوس ان انا اديفايد الـ IE of Z prime على 2 باي بي سكوير. تمام؟ الدي اس بقى الـ limit of area اللي هاخده، المفروض ان انا هاخد element of area على السيرفيس بهذا الشكل. لو خدت دون يبقى اللينث ده لو الراديوس بتاع السيركمفرنس عباره عن بي، يبقى اللينث بتاع الحته دي يبقى كام؟ بي دلتا فاي، والهايت الحته دي اللي هي دلتا زي. يعني كان الدي اس اللي هي بتاعت الباتش الصغيره دي على السيرفيس هتبقى عباره عن بي دي فاي دي زي. تمام؟ ده element of area على السيرفيس بتاعي. طبعا السيمتري مع الفاي هتخليني على طول الانتجرال دون مع الفاي دي 2 باي، يعني كان الدي اس ببساطه او لما اجي انتجريها يبقى انتجريش على الفاي يدي 2 باي في دي زي برايم. تمام؟ اللي هي كاني قسمت كاني جيت فعلا قسمت الواير دون لستريبس كده، كل ستريب ليها هايت دلتا زي برايم. يبقى السيرفس اريا الجانبيه للستريب دي هي عباره عن
2 باي بي في دلتا زي برايم. تمام؟ يبقى عندي في النهاية يبقى انتجريشن بس على زي برايم من ماينس ال على 2 لبلس ال على 2 للكلام ده كله. لو اختصرت الكلام دول اقدر اوصل في النهاية ان الباور لوس عبارة عن هاف انتجرال ماينس ال اوفر 2 ال اوفر 2 اي اي على 2 باي بي بيتكنسل مع السكوير ده. ار اس اللي هي سيرفيس ريزيستنس اللي هي في جنرال هتبقى اندبندنت على الزد برايم از لونج از انا يوزنج ذا سيم كوندكتور اول اوفر اللي ايه الدايبول، يعني ما غيرتش الدايبول ده، عملت حته نحاس وحته المونيوم مثلا. فلو هو كله نفس الماتيريال يبقى خلاص الار اس ده يبقى كونستنت اول اوفر ايه الدايبول دون. ودون هيبقى عباره عن 1 هاف اي اي اوف 0 سكوير ار ال. ده هنا عشان احسب ايه القصه دي؟ عشان احسب اللوس ريزيستنس، لان احنا اللوس ريزيستنس دايما بنريفير للايه؟ الانبوت كرنت اللي هو الكرنت فيدنج من هنا. تمام؟ فالانبوت كرنت اللي جاي من هنا اللي هو ايفالويتد عند زد بكام؟ بزيرو. يبقى كان الانبوت كرنت هو عباره عن نفس الكرنت ديستريبيوشن ده بس ايفالويتد عند زد برايم بزيرو. تمام؟ يبقى من هنا ده الانبوت كرنت سكوير اللي هو من هنا. يبقى نساوي الكلام ده هاف الايه الانبوت اللي هو اي اي 0 سكوير ار ال. يبقى من هنا اقدر احسب الار ال اللي تبقى عباره عن ار اس اوفر 2 باي بي انتجرال ماينس ال اوفر 2 ال اوفر 2 للسكويرنج بتاع النورمالايز كرنت. بس هنا النورمالايز كرنت نورمالايز للانبوت كرنت، يعني النورمالايز كرنت عند الفيدنج اللي هو عند زد برايم 0. تمام؟ دي زي برايم. ومن هنا نقدر نحسب الايه اللوس ريزيستنس بتاعت الايه الدايبول اللي عندي. ناخد مثال على كده اللي هو مثلا لامدا باي 2 دايبول. الهاف بلينس دايبول عشان نحسب الوسط فيه بقى كل اللي عايزين نعرفه اللي هو الايه الكرنت ديستريبيوشن على اللامدا باي 2 دايبول. ده يبقى له لينس كده ال اوفر 2 في الجزء البوزيتيف، ودون زي ما احنا عارفين ال اوفر 2 برضه في الجزء النيجاتيف. اللامدا باي 2 دايبول ال تبقى سيمبلي لامدا باي 2. هلاقي الكرنت ديستريبيوشن بتاعي ببساطه شديده عباره عن اي نود كوزاين K Z برايم حيث K اللي هي 2 باي اوفر لامدا. ليه بقى؟ لان ساعتها هيبقى ال L اوفر لامدا سوري L بلامدا على 2 يعني L اوفر 2 لامدا باي 4. فالاقي ان الكلام ده بيديني 0 هنا لان هيديني كوزاين باي على 2 هنا، كوزاين ماينس باي على 2 هنا، وكوزاين 0 هيديني الماكسيمم. يعني هتلاقي الكرنت سوليوشن حاجه بهذا الشكل. يبقى الانبوت كرنت في الحاله دي هي الاي اي اوف 0 هي الاي نود في الحاله دي. تمام؟ ده بالنسبة للامدا باي 2. لو حبينا نحسب اللوسز يبقى هنابلاي الفورمولا دي. طبعا مش محتاج ان انا اعمل الانتجرال ده من الرينج كله من ماينس ال على 2 ل ال على 2. ليه؟ لان ببساطة في سيمتري اراوند 0 يعني النص اللي فوق زي النص اللي تحت. فاقدر اقول الباور لوس هي عبارة عن توايس الايه انتجرال من 0 ل ال على 2. يعني اقدر اقول انها عبارة عن ار اس اوفر 2 باي بي في توايس انتجرال من 0 ل ال على 2 اللي هو في الحاله دي لامدا اوفر 4. صح؟ ليه؟ النورماليزد كرنت ريلاتيف لاي 0 اللي هو يبقى كوزاين سكوير كي اللي هو 2 باي اوفر لامدا زي برايم دي زي برايم. تمام؟ اللي هو هنا انتجرال كوزاين سكوير طبعا نقدر نحوله ل 1 هاف كوزاين توايس الانجل اللي هو يبقى 4 باي اوفر لامدا زي برايم بلس 1. الانتجرال بتاع الكوزاين هيدي 0 لان هيبقى انتجريشن هيدي كانه ساين.
فالساين عند الليمتس هنا وهنا يدي 0 الاثنين. الباقي لي بس انتجرال بتاع ال 1 هاف، يعني في النهايه هيبقى الكلام ده عباره عن ار اس اوفر 2 باي بي في 2 في لامدا باي 4 اوفر 2، تمام؟ اللي هي الهاف دي، تمام؟ يبقى انا عندي هنا لامدا ار اس على 8 باي بي، دي الايه اللوس الباور لوس في اي نود سكوير طبعا. بالار اسف، دي اللوس ريزيستنس بتاعت الايه بتاع الايه هاف اوف لينث دايبول. نقدر نعمل نفس الكلام بالنسبه للسمول دايبول، السمول دايبول ببساطه يبقى بس الفرق ان الكرنت ديستريبيوشن يبقى لينير كرنت ديستريبيوشن، هنبقى تحديدا حاجه بهذا الشكل برضو جزئين ال اوفر 2 ماينس ال اوفر 2، وهنا الكرنت قيمته اي نود، هلاقي ان الديستريبيوشن بتاع الكرنت ديسكرايب لينيرلي، ان اقدر اوصف الديستريبيوشن ده ان هو عباره عن اي نود 1 ماينس ال اوفر 2 او سوري زد برايم اوفر to z prime over l، ده الكرم، بحيث ان هو يبقى عندي عن z prime l over 2 دي 0 وعن z prime 0 يدي الـ a الـ i node، يبقى ده الكرم distribution اللي عندي. ونفس الكلام بالنسبه للـ a branch اللي تحت او distribution ده، يبقى عندي i node 1 plus 2z prime over l. يبقى نقدر نحسب الـ a الـ r loss برضه من نفس الـ expression دون، نقدر نقول r loss simply هي عبارة عن rs over 2 باي بي انتجرال من 0 ل L على 2، هيبقى عبارة عن كام؟ twice ده كده في 2 الانتجرال ده النورماليزد بالنسبة للانبوت كانت اللي هو اي نود هنا، هتبقى 1 ماينس 2z برايم اوفر L الكل سكوير dz برايم، دي هتديني ار اس على باي بي، والانتجرال دون اقدر اقول ان هو عباره عن كام؟ هيبقى 1 اوفر 3 1 ماينس 2z برايم اوفر ال كله تو باور 3 هيتضرب في ماينس ال اوفر 2، بحيث ان انا لما ديفرنشيت دون بالنسبه لزي برايم هيدي 3 ويدي ماينس 2 اوفر ال، كنسل ده ويتبقى 1 ماينس 2z برايم اوفر ال كل سكوير اللي هو الترمال، ده هنعوض بيه بالليمت بقى اللي هي 0 وال على 2 بالنسبه لز برايم. ال 0 طبعا هتدي سوري ال ال على 2 هتدي 0، وال 0 هتدي الترم ده هيبقى ماينس ال اوفر 2 بالنيجاتيف يعني بلس ال اوفر 6، انا يبقى عندي هنا ار اس ال على 6 باي بي، دي الار لوس في الحاله دي، ماشي؟ يبقى ده الايه؟ اللوس ريزيستنس بالنسبه للسمول دايبول اللي عندي. وهكذا بقى لاي كرنت ديستريبيوشن حتى لو مش لازم بالضروره يبقى ايه؟ لامدا باي 2 كان جيت ذا سيم واي نفس الطريقه. طيب طبعا اتكلمنا عن الحته بتاعت الكاركترستيك بتاعت الهاف اوف لينث دايبول، وقلنا ان هو بيحقق ان هو الار راديشن بتاعه او الانبوت امبيدنس بيور ريزيستيف وعباره عن 73 اوم، والرياكتيف بارت بتاع الانبوت امبيدنس اولموست زيرو او نيرلي زيرو، ولذلك سميناه ريزونانت انتنا، وده سر قوته او سر استخدامه الدائم ان هو ريزونانت انتنا، بمعنى ان هو مش محتاج في الماتشنج مجهود، لان مجرد امبيدنس ترانسفورمر بسيط يقدر يماتش الدايبول ده. حتى قلت لكم ان في بعض اللاينز في البدايه كانت معموله 75 اوم انها تبقى كومباتبل دايركتلي، تبقى ماتشد مع ال 73 اوم، ولذلك هو ده سر شهرته ان هو ريزونانت انتنا.
من حيث الدايركتيفيتي ما هواش عظيم يعني ما فرقش كتير قوي عن السمول دايبول او الانفينيتيزمال دايبول، مجرد 0.14 فرق الدايركتيفيتي، فهو ما هواش ده ما هواش ده الهدف يعني. الدايركتيفيتي بتاعته مش كبيره قوي، هي اولموست زيها زي الايه زي السمول دايبول، زائد ان هو مناسب كمان لما انا ببقى عايز اكفر حته اومني دايركشنال. يعني انا مثلا عندي جايب مثلا واي فاي وعايز ايه يكفر المنطقه دي، يبقى ساعتها الانسب بالنسبه لي ان انا استخدم فيرتيكال دايبول، ان انا ارادييت هوريزونتالي اوفر الريجن اللي انا عايز اكفر فيها الواي فاي، تمام؟ فهو مناسب للايه للابلكيشن اللي انت عايز فيها اومني دايركشن راديشن، يعني الراديشن بيتوزع في كل الدايركشن هوريزونتالي، تمام؟ وفي نفس الوقت هو بيكون فاين راديشن فيرتيكال بايه بالساين سكوير، او هنا في حاله اللامدا باي 2 دايبول كوزاين باي اوفر 2 كوزاين ثيتا اوفر ساين ثيتا، تمام؟ ده كده يكونكلود الجزء الاول. نيجي بقى الموضوع تاني ولا يقل اهميه عن الدايبول، اللي هو الايفكت بتاع وجود كوندكتور. كتير جدا من الانتنز بتبقى موجوده مثلا على سقف العربيه عندك، او بيبقى الانتن مثلا انتجريتد على الشاسيه بتاع سيركت فيها كوندكتور، اللي هو سواء كان البودي بتاع الباكجنج بتاع الديفايس بتاعك، او اوريدي الدايره بيبقى لها باك جراوند زي او لاير كده في تحت تمثل كوندكتنج لاير، تعمل تاكت كانها جراوند بلين او ريفرنس جراوند للسيركت بتاعتك للديزاين بتاعك، فدي بتبقى جزء من الانتنه بتاعتك. يعني بيبقى عندك شيت اوف كوندكتور كبير نسبيا جزء من الايه من الانتنه ستراكشر، فلذلك هي بيبقى عندي البادي بتاع العربيه برضو جزء من الانتنه. يعني الانتنه ديزاين للبادي ده بالدايمنشن دون بالستراكشر بالكيربتشر بتاعه، متاخد في اعتباره كل الايه تفاصيل العربيه بالكوندكتورز اللي فيها، تمام؟ يعني ممكن لو حطيته على عربيه صغيره مثلا الكوندكتور بتاع نفس الانتنه دي ممكن ما تشتغلش بيرفكت قوي، هي ديزاين للايه الاستراكشر ده مين، لان البادي زي ما بقول لك الكوندكتور جزء من الانتنه مش جزء مفصول عنها. ولذلك دراسه وجود الدايبول بجوار الكوندكتنج البيرفكت كوندكتور جراوند ده مهم. بس احنا طبعا مش هناخد الكوندكتور بتاعنا فاينايت، ليه؟ لان احنا عايزين نوصل لحل اناليتيكال. الحقيقه لو عندك الكوندكتور which is the practical case دايما الكوندكتور فاينايت، يعني ما حدش يعني في الاخر العربيه بتاعتك ليها دايمنشن، يعني مش ممتده، مش كل الدنيا العربيه بتاعتك والدايبول اللي فوقها، لا ده هي ليها فاينايت اكستنت، وبالتالي الفاينايتنس بتاع الكوندكتور دون بيأثر طبعا على البيهيفير بتاع الانتنه. بس احنا عشان نسهل الامور او نوصل لفورمولا بسيطه بنأسيوم دايما حاله ايدياليستيك او حاله يعني مثاليه بزياده عن اللزوم. ايه الحاله المثاليه اللي احنا بنأسيوم عليها؟ ان احنا عندنا الكوندكتور ده ليه انفاينايت اكستنت، هدفنا من كده ان احنا نسهل على نفسنا مش اكتر، تمام؟ لما تعمل البروجكت ان شاء الله هيبقى في جزء ان انت تاخد الكوندكتور ده فاينايت وتشوف الايفكت بتاع الفاينايتنس بتاع الايه الكوندكتور بتاع الدايبول ده هيعمل ايه كده، تمام؟ بس دي خليها للايه للبروجكت بتاعك. خلينا دلوقتي في الحاله الايديال ان انا عندي انفاينايت كوندكتور وعليه دايبول. هاخد في الاول الحاله ان الدايبول ده محطوط فيرتيكال اباف الكوندكتور، يعني بمعنى اخر بهذا الشكل. Let's say I have this conducting layer وعندي دايبول above this conducting layer والconducting plane ده ليه infinite extent، والدايبول ده هو ليه height h، وعايزين نجيب الراديشن فيلد او الفار فيلد، عايزين هنا الريجن دي
او الفيد عموما نوصل هاو تو جيت الكتريك فيد هنا. طيب عشان نجاوب على السؤال ده هنرجع كده، دايما بنحب نرجع للماضي كل شويه نتامله. فالماضي بتاعنا بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي لو كان عندي كده كوندكتور وكان عندي حته تشارج اللي هو الماضي بتاع الالكتروستاتيك اول ما درسنا جزء الالكتروستاتيك فيلدز، دي الحاله بتاع الالكتروستاتيك. الالكتروستاتيك بروبلم دي انتوا المفروض تعرضتوا ليها. كان عندي عباره عن حته تشارج صغيره كده محطوطه ات هايت اتش من بيرفكت كوندكتور بلين، وكان مطلوب منك ان انت سام هاو تجيب الالكتريك فيلد في الريجن دي. ده السؤال اللي هو كان السؤال التقليدي في الالكتروستاتيك بروبلم اللي انت درسته. فكان قال لك ان انت عشان تحل البروبلم دي في الحقيقه تضطر تبقى انت عايز ايه؟ عايز تحقق مجموعه من الباوندر كونديشنز. ايه الباوندر كونديشنز دي؟ عايز ان انا الكتريك فيلد على الكوندكتور ده يبقى زيرو. انا عايز في المنطقه دي على الكوندكتور ده يعني كده لازق في الكوندكتور دون ان الاي تانجنشال هنا يبقى زيرو. تاني حاجه ان انا لما ابعد في النص اللي فوق دون الاقي الفيلد بيديكاي بواحد على ار سكوير. تمام؟ فقال لك لو انت قدرت تعمل تحقق ساتسفاي كونديشن ده الكتريك فيلد هنا يبقى ديترمند وذين الابر هاف سبيس اللي هو باوندد بال كان عندي هيمسفير عملاقه جدا الريديوس بتاعها جوز تو انفينيتي والديسك اللي تحت بيمثل الايه؟ الهوريزونتال بلين اللي هو تانجنت الكوندكتور. المفروض الهوريزونتال بلين ده يبقى الاي تانجنشال زيرو والهيمسفير الهيمسفيريكال سيرفيس ده الالكتريك فيلد جو از 1 اوفر ار سكوير كل ما ابعد بالايه؟ بالار او ما ازود الريديوس بتاع السفير ده. تمام؟ اسمها اليونيكنس ثيرم او نظريه وحدانيه الحل، يعني ان الحل وحيد، بمعنى ان انت لو قدرت البروبلم دي بالباوندر كونديشن دي ليها يونيك سولوشن، يعني ملهاش اكتر من حل، يعني محدش يقدر يكليم ان هو there are two different solutions ال E1 و E2 للبروبلم subject to this boundary condition لنفس السورس اللي هو Q. تمام؟ اليونيكنس دون ده خلانا الناس تبدا تفكر بشكل مختلف، ازاي؟ قال لك طالما السولوشن يونيك يبقى try to play around بالايه بالريجن اللي بره such that to satisfy the boundary condition على الجرين اريا باوندري دي، واذا قدرت تحط equivalent sources في الريجن اللي بره بتاد اب مع السورسز اللي جوه بحيث انها تديك نفس الباوندري كونديشن على الجرين اريا then the solution for your equivalent problem is identical to the solution of the original problem في the region of interest اللي هي في النص اللي فوق من الـ conducting plane. فبدأنا نعمل ايه؟ شلنا الكوندكتور ده خالص وبعدين جينا حطينا كيو at height نفس الكيو على نفس الهايت، ده ما اتغيرش اي حاجه في النص اللي فوق، مجرد شلت الكوندكتور. وبعدين قال لك ايه بقى؟ حط تحت هنا ماينس كيو على نفس الهايت بس ان ذا اوبس دايركشن. تمام؟ فقال لك ايه الكيس دي ليها نفس الباوندر كونديشنز بتاعه الاوريجينال كيس اللي هي دي، يعني بمعنى اخر هيبقى الاي تانجنشال على الديسك سيرفيس الهوريزونتال ديسك سيرفيس ده هيبقى بزيرو. هيبقى الهوريزونتال الاي تانجنشال هنا بزيرو. تاني حاجه هيبقى برضو عند ار ما تروح للانفينيتي الاي هتجوز از 1 اوفر ار سكوير، ودي دايما لاي فاينايت ديستريبيوشن، يعني مهما حطيت اي شويه تشارجز كده باي شكل اللي عبيتهم هنا از يو جو فار اواي من الريجن دي لازم الفيلد هيديكيت ب 1 اوفر ار سكوير، لان في الاخر هبقى شايف كل التشارجز دي نقطه واحده
فكانهم ايه الفيلد هيديكيب 1 اوفر ار سكوير. فده دايما ساتسفاي ان الكريتيكال هو ان الاي تانجنشال بزيرو اللي هي الحته دي، ولذلك دي اللي كنا بنفوكس عليها دايما. تمام؟ طيب دي ساتسفايد ازاي هنا؟ كنت بتيجي تشوف التشارج اللي فوق بتديك فيلد عند اي نقطه على السيمتريك بلين دون، كان التشارج اللي فوق دي بتدي مثلا اي كيو بلس كيو في الدايركشن ده، هتلاقي التشارج اللي هي ماينس كيو بتدي الكتريك فيلد في انهي دايركشن؟ هتديك في الايه في ده، وليه نفس الماجنتيود، يعني هيبقى عندي هنا اي كيو برضو بس في الايه في الاوبوزيت دايركشن ده، لان التشارج ايه نيجاتيف. فالتو فيلدز دول اللي هو لونج الراديال بالنسبه لده ولونج الراديال بالنسبه لده هتلاقيهم بيادوا لبعض ازاي؟ لو قلنا الانجل دي ثيتا هتلاقي الانجل دي زيها ثيتا ودي ثيتا، وبالتالي الفيلد توتال اي توتال هيبقى along the vertical direction يعني perpendicular على ال bisecting plane يعني الاي تانجنشال بزيرو، يعني زيه زي مين؟ زي الاوريجينال كيس. خلاص يبقى طالما ده زيه already على الباوندري البعيده دي برضه زيه، يبقى في النهايه السولوشن في البروبلم دي للنص اللي فوق زيه زي السولوشن البروبلم دي للنص اللي فوق، وعلى هذا الاساس حطينا الايمج ايكويفالنس بتاعت الايه البروبلم. طيب تعالى نعمل نفس الكلام بقى بس على مستوى التايم فيرينج فيلد اللي هي اقعد شويه او اكثر تعقيدا بعض الشيء. التايم فيرينج فيلد هيبقى عندي برضو نفس القصه، عندي هذه الدايبول وعندي بيرفكت كوندكتور بلين لانفينيت اكستنت، وهاجي برضو اخد الريجن اوف انترست نفس الريجون زي دي بالظبط، وبرضو ار تروح لانفينيتي، بس هنا بس هتختلف شويه ان هنا الالكتريك فيلد بدل ما يجو از 1 اوفر ار، حد عارف الايه هي جو از 1 كام؟ الحاله دي هي 1 واحد الار، برافو عليك. تمام؟ لان ده هيبقى راديشن فيلد. تمام؟ والاي تانجنشال هنا هيبقى عايزه بزيرو زي الكيس دي برضو. تمام؟ طيب لو جيت اعمل equivalence بتاعت البروبلم دي او احط equivalence sources ليا بحيث ان انا اساتسفاي نفس الجرين اريا باوندري كونديشن دول، فهيبقى عندي ادي الدايبول عند نفس الهايت اتش. تمام؟ وهحط another dipole in the opposite direction، هحطه vertical برضه زيه زي الايه؟ زي الاليمنت اللي هنا. تمام؟ بس عندي ايه؟ height h in the opposite direction بهذا الشكل. يبقى ده 2 dipoles كده. بنفس اللينث. اللي هو small length. تمام؟ فده لو انا عندي ده infinitesimal ده برضه هيبقى انفينيتيزمال وده انفينيتيزمال ايدنتيكال ليه وفي نفس الدايركشن بهذا الشكل. طيب عايزين ايه؟ عايزين منه الاتي ان هو ساتسفايد باوندري كونديشن هنا وهنا. اوريدي دي ساتسفايد برضه الاي، حطيت اثنين حطيت ثلاثه مش هتفرق، هيبقى الفيلد دايما جوينج از 1 اوفر ار، مش هتفرق حاجه عن القيس دي. It doesn't matter. طالما فاينايت، طالما حطيت الايه السورسز هنا فاينايت اكستنت، يعني ما حطيتش مثلا واير بانفينيت لينث او حاجه، طالما ليها فاينايت اكستنت هتدي نفس الايه البيهيفير مع اللارج ار. الكريتيكال هنا هو الايه؟ ان انا عايز اشوف الاي تانجنشال بزيرو هنا. تمام؟ وده اجي اشوفه ازاي بقى؟ اجي اشوف الفيلد اللي هو جاي من دايبول لوحده. لو فيلد دايبول اليمنت لوحده لما كان عند الاورجن كان ليه راديال وكان ليه ثيتا كومبوننت للايه الالكتريك فيلد. الراديال كومبوننت كانت بروبورشنال لكوزاين ثيتا، والثيتا كومبوننت كانت بروبورشنال لساين ثيتا، حيث الثيتا اللي هي الانجل ما بين الدايبول اكسس والاورينتيشن اللي انت بتشوفه عندي. يعني مثلا بالنسبه للحاله دي لو انا جيت اشوف هنا، انا عايز اشوف الفيلد هنا مونيتور الفيلد هنا. Let's say this is element number 1 this is element number 2. فانا لو حبيت اشوف الفيلد الايه الاليمنت هنا عند بوينت هنا سيمتريك اللي هي السيمتريك بلين، اي بوينت على السيمتريك بلين دوت اللي هي ليتس سي ات ديستنس ار من هنا وار من هنا.
طيب ال الالمنت دي اقدر اقول ان الانجل بتاعت الدايبول دون هي ثيتا 1 بي صح؟ اللي هي متقاسه كان ده الاورجن بتاع الدايبول رقم 1 وهنا ده الاورجن بتاع الدايبول رقم 2 يبقى دي ثيتا 1 ودي الار والاورجن رقم 2 او الدايبول رقم 2 هيبقى له برده ثيتا 2 وار نفس الار ليه؟ لان هو النقط اللي على البلين اللي هو السيمتريك بلين اللي هو البايسكتنج بلين بيعمل بيخلي الترانجل ده ايزوسيلس ترانجل لان ده بيربنديكولار وده قد ده فبالتالي هيبقى التو سايدز دول ايكوال لبعض وبالتالي هيبقى نفس الار وبالتالي الاكسبريشن بتاعتي بتاعت الالكتريك فيلد هتختلف بس بالانجلز دي يعني هيبقى الفرق بين الدايركشن بتاع الاي ار اللي هو دايركشن مختلف للاليمنت رقم 1 عن الدايركشن اي ار بتاع الاليمنت رقم 2 هي الكوزاين انجل. طيب تحديدا الراديال دايركشن بتاع الاليمنت رقم 1 هيبقى في الاتجاه ده الاي ار 1 مثلا تمام والاي ار 2 اللي هو يونت فيكتور في اتجاه الاليمنت رقم 2 هيبقى اي ار 2 في هذا الدايركشن ده يونت فيكتور في اتجاه الايه الاي ار 1 بتاع الاليمنت رقم 1 وده اي ار 2 اللي هو يونت فيكتور في اتجاه الراديال للاليمنت رقم 2. طيب ده هيبقى بروبورشن زي ما قلنا للفيكتور اللي هو في اتجاه ده مع كوزاين يعني اقدر اقول ان اي 1 اي 1 ار هتبقى بروبورشن للكوزاين ثيتا 1 واي ار 2 هتبقى بروبورشن للكوزاين ثيتا 2. انا مش انترستد بقيه الترمات لانهم كلهم زي بعض سواء كان الكارنت اللينف الديستنس نفسيها نفس دي كل حاجه متشابهه ما عدا اليونت فيكتور ده والكوزاين بس تمام فاليونت فيكتور ده انا عامله جيومتريكلي كده بالدايركشن دون والكوزاين احتفظت بيها هنا بالايه بالديبندنس ده. طيب انا عندي ايه علاقه الثيتا 1 والثيتا 2 ببعض؟ مجموعهم باي او سبلمنتري انجلز اللي هي ثيتا 1 بتسبلمنت ثيتا 2 بحيث ان مجموعهم يدي باي تمام. لو قلنا ثيتا 2 هي الاكيوت انجل او الانجل الصغيره يبقى ممكن نريفير ليها بمعنى اخر اقدر اكتب كوزاين ثيتا 1 اللي هي كوزاين باي ماينس ثيتا 2 اللي هي تدي كام؟ ماينس كوزاين ثيتا 2. يبقى عندي دلوقتي نتيجه الكونكلوجن بتاع العلاقتين دول ان اي ار 1 هي ماينس اي ار 2 يعني الراديال كومبوننت ريفيلد للار دايركشن بيعكس اتجاهه بالنسبه او في فرق فيز بينهم باي من الاي اليمنت 1 و 2. طيب لو قلنا دون ده اللي هناخده البوزيتيف يعني بمعنى اخر اقدر اقول الاي ار 1 في الاتجاه ده يبقى الاي ار 2 اللي هتبقى ماينس اي ار 1 هتبقى في ايه؟ في انهي دايركشن؟ الدايركشن الاوبوزيت اللي هو في اتجاه ده وقيمتها كماجنتيود اي ار 1 برضه. يبقى كاني دلوقتي بجيب المحصله بتاعه التو فيكتورز دول. طب التو فيكتورز دول هيبقى المحصله بتاعتهم عباره عن ايه؟ لو قلنا دي ثيتا 2 هتبقى دي برضه ثيتا 2 تمام؟ ودي هتبقى برضه ثيتا 2 زيها زي ايه؟ زي الانجل دي. وبالتالي يبقى المحصله بتاعه التو فيكتورز دول عباره عن ايه؟ فيكتور بيربنديكولار على الايه بايسكتنج بلين. بس انا كده خدت بس الراديال كومبوننت. وات اباوت الايه الثيتا كومبوننت؟ تعال نشوف الثيتا كومبوننت نشوفها عامله ازاي. طيب زي ما عملنا ثيتا كومبوننت يبقى بالنسبه لثيتا 1 هيبقى الثيتا كومبوننت في الدايركشن ده اللي هو بيربنديكولار على ار وفي اتجاه زياده الثيتا بتاع الايه الفيكتور ده. نفس الكلام بالنسبه للاليمنت نمبر 2 هيبقى بيربنديكولار على الار وفي اتجاه زياده الايه الفيكتور ده. طيب اي ثيتا 1 واي ثيتا 2 هلاقي انها بروبورشن لمين؟ للساين ثيتا. اجين كل الترمات اللي فيها ديبندنس مع الار والاكسبلينشن كل ده زي بعضه الفرق بس الايه الساين لو في فرق. طيب يبقى انا عندي الاي ثيتا 1 هتبقى بروبورشن لكام؟ لساين
ثيتا 1 اللي هي لو ريفيرد لثيتا 2 هتبقى كانها ساين باي ماينس ثيتا 2 صح؟ لا اللي هي ساين برضه كانها ساين ثيتا 2 ما فرقتش. كذلك اي ثيتا 2 هتبقى بروبورشن لمين؟ للساين ثيتا 2. يبقى الاي ثيتا 1 والاي ثيتا 2 قد بعض تمام. وبالتالي لو جيت اخد الدايركشنز بتاعهم زي ما انا راسم كده يبقى هلاقيهم ايه قد بعض. لو ريفيرنج مثلا لاثنين او ل1 ان كان بقى فهيبقى ايه نفس الفاليو بالنسبه للفيكتورز دي. الفرق ان هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي بس الانجل دي مع الفيرتيكال هي هتبقى ثيتا 2. وبالتالي محصلة التو فيكتورز دول هيبقى برضه فيرتيكال وجوينج داون. يبقى كل الفيلد انكلودنج الراديال والثيتا كومبوننت بتاعت التو اليمنتس دول هيبقوا ايه؟ في اتجاه فيرتيكال على البلين اللي بيبايسكت الايه؟ الديستنس ما بين التو دايبولز دول. يبقى التو الريزلتنج فيكتور هيبقى بيربنديكولار وبالتالي الاي تانجنشال ماله؟ بزيرو. يعني زيه زي مين؟ زي الكيس دي. وبطبيعه الحال طالما دي فاينايت اكستنت سورسز يبقى الفيلد بتاعها الراديشن فيلد بتاعها هيبقى جوز از 1 اوفر ار زيه زي الاوريجنال بروبلم. وبالتالي يبقى انا السولوشن اللي هنا هو ايدنتيكال للسولوشن اللي هنا تمام. يبقى انا قدرت احل البروبلم دي ان انا اوجدت ايكويفالنت بروبلم للدايبول اللي هو فيرتيكال ان هو هيبقى له ايمج problem another vertical dipole في نفس الدايركشن بس ايه on the opposite side من الايه من الكوندكتنج بلين. اتفضل. طيب الاي ار بياخده ان هو اتجاه اللي ببعد بيه عن الدايبول في اتجاه الراديال بتاعه تمام. يعني الاي ار 1 اليونت فيكتور في اتجاه الاي ار 1 اللي هو كان في اتجاه ده تمام. بس هو بروبورشن لايه؟ بروبورشن للكوزاين. طيب هيبقى عندي كوزاين ثيتا 1. كوزاين ثيتا 1 الثيتا 1 بلس ثيتا 2 العلاقه بينهم انها مجموعهم باي او سبلمنتري انجل. سبلمنتري انجل يبقى الكوزاين بتاع ثيتا 1 اللي هو كوزاين باي ماينس ثيتا 2 هيطلع لي ماينس كوزاين ثيتا 2. اللي هي لما اجي اشوف اي ار 2 بقى هتلاقيها بروبورشن لمين؟ كوزاين ثيتا 2 تمام. فهيبقى العلاقه بين اي ار 1 واي ار 2 ان هو بينهم فيز شيفت باي او بمعنى اخر لو واحده في اتجاه بوزيتيف يبقى الثانيه في اتجاه نيجاتيف. بس ريلاتيف لمين؟ لكل اي ار بتاعتها. يعني مثلا لو ده بوينتنج في اتجاه البوزيتيف كده يبقى الثانيه بوينت في اتجاه النيجاتيف بتاع الاي ار بتاعها. والعكس بالعكس بمعنى اخر لو دي بوينتنج في اتجاه البوزيتيف بتاعها يبقى دي بوينتنج في اتجاه النيجاتيف تمام. فمجموعهم انستنتينيوسلي ات اني تايم هيبقى دايما فيكتور بيربنديكولار على البلين الهوريزونتال ده. مش هتفرق ما هم قد بعض كماجنتيود. انت قصدك ان دي اي ار 2 صح؟ مش كده؟ ده اللي قصدك عليه؟ ماشي صح صح على اساس ان الاي ار 2 هي اللي بوزيتيف. عندك حق ماشي ماشي صح. ونخلي دي كمان 2 عشان نبقى بنريفير لنفس الايه؟ لنفس الدايبول. ماشي؟ صح على اساس ان احنا خدناها بوزيتيف او الاكيوت انجل دي تديها كانها بوزيتيف يعني. ماشي؟ ماشي الحل؟ طيب لو جينا دلوقتي للدايبول دون وخليناه بدل ما هو فيرتيكال خليناه هوريزونتال يعني مين؟ كيس ثانيه نعملها على اليمين هنا ان انا بدل ما انا دلوقتي اسولف البروبلم اللي هي تايم فيرينج فيلد دايبول اباف كوندكتور بدل ما هو فيرتيكال هيبقى هوريزونتال دايبول. هيبقى هوريزونتال يبقى ليتس سي ان هو حاجه بهذا الشكل. تمام؟
وبرضو عايزين نوجد نفس القصة بقى، يعني مفيش داعي نقعد نعيد الكلام. عايزين نوجد equivalent problem، هنشيل الكوندكتور ونفس الدايبول اللي فوق على نفس الهايت، احط another دايبول، اشوف بقى هل احطه horizontal to the right ولا to the left. هلاقي ان هو عشان يساتسفاي الباوند كونديشن اللي نفسنا فيها لازم تحطه pointing to the left. ليه بقى؟ لما تيجي تشوف هنا let's say ادي البوينت دي اللي هي على بعد r، تعال نشوف الفيلز بتاعت السيتويشن ده هتبقى عامله ازاي. هتلاقي الانجل ثيتا 1 بالنسبه لده element number 1 زي ما وده element number 2. الثيتا 1 بتاعتي هتبقى انه انجل الانجل دي بالظبط اللي هي الانجل بين الدايبول دايركشن والدايركشن اوف اوبزرفيشن اللي انا بشوف عنده الفيلد. طيب بالنسبه للدايبول دوت هتبقى الايه الانجل دي. طيب علاقة ثيتا 1 بثيتا 2 بكام؟ علاقة ايه؟ نفس الريليشن بالظبط، ثيتا 1 بلس ثيتا 2 ايكوال باي، هيبقى عندي نفس الديبندنس بتاع الاي ار والاي ار 1 والاي ار 2، يبقى اي ار 1 بروبورشن لكوزاين ثيتا 1. هنا بقى ثيتا 1 هي الاكيوت انجل فممكن نريفير لاي ار 1، تمام؟ هي باي ذا واي مش هتفرق لانه في الاخر هو imaginary vector، فهو you have to deal with it instantaneous vector عشان يبقى الكلام ليه معنى قوي. بس يعني في النهايه هو two vectors instantaneously out of phase. في ما احنا بنشرح دلوقتي ليه الباوند كونديشن هتبقى satisfied ازاي. فيبقى عندي ar1 عباره عن proportional cosine theta 1 و ER2 proportional cosine theta 2 اللي هي according للريليشن دي هتبقى minus cosine theta 1، يعني out of phase برضه، يعني ER2 نفس الريليشن. يعني كده اوصل للconclusion ان ER1 تساوي ER2، تمام؟ بس هنا ممكن ريفير لمين؟ ل ER1، يعني مش تفرق زي ما قلنا. فليتس سي ان هي ادي اي ار 1 فا اي ار 2 هتبقى بنفس الماجنتيود بس ايه ان ذا اوبزيت دايركشن. برضه محصله التو فيكتورز دول هتبقى عباره عن ايه؟ اللي هي الانجل دي هي الانجل دي اللي هي باي على 2 ماينس ثيتا 1، ودي نفس الكلام. وبالتالي محصله التو فيكتورز دول هيبقوا ايه؟ بيربنديكولار على الهوريزونتال بلين دون، تمام؟ ومالوش تانجنشال كومبوننت. طب تعالى نشوف بقيه الكومبوننت اللي هي الثيتا كومبوننت. طب الثيتا ما هي بتفولو نفس الريليشن اللي قبل كده، مش هتختلف في حاجه. بمعنى هيبقى عندي بس ايه؟ اي ثيتا 1 اللي هي بروبورشن للساين ثيتا 1، واي ثيتا 2 برضه بروبورشن لايه؟ وهي عبارة عن اي ثيتا 1 كماجنتيود، لأن ساين ثيتا 1 هي ساين ثيتا 2، والانجل مع الفيرتيكال هتبقى عبارة عن كام؟ ثيتا 1. نفس الوضع اللي هنا ما اختلفش حاجة. وبالتالي ريزلتنج فيكتور بتاع الاثنين دول هيبقى في الفيرتيكال دايركشن. يبقى الكونديشن ده يبقى السيتويشن دون اداني الكتريك فيلد اي تانجنشال بكام؟ بزيرو على السيمتريك بلين دون اللي هو زي اللي هو الكونديشن اللي نفسي فيه او بدور عليه الاوريجينال بروبلم ان هي اي تانجنشال بزيرو. وطبعا مش محتاج اقول لك ان عند لارج ار هيبقى الفيلد جوينج از 1 اوفر ار، نفس الحكايه هنا. يبقى بالتالي السولوشن هنا هو ايدنتيكال للايه السولوشن هنا. لو كنت خدت بقى الفيلد في عكس الاتجاه كان هيحصل حاجه
اجينست اللي انا بعمله كان هيطلع لي الفيلد كله تانجنشال للبلين ده اللي هو مش هو الكونديشن اللي انا عاوزه. يعني النورمال كومبوننت كانت هي اللي هتبقى زيرو. الحاله دي يعني ليتس ساي حاجه زي كده. يبقى الايمج بتاعته هتبقى عامله ازاي او ازاي افكر فيه؟ ايوه بالظبط. ان انا اعمل لها دي كومبوزيشن التفكير ان انا اعمل لها دي كومبوزيشن لفيرتيكال وهوريزونتال واشوف الايمج بتاع كل واحده فيهم واخد الريزلتنت فيكتور معايا. يلا يبقى دي الايه البروبلم الاصليه اهي. هاجي ديكومبوز الدايبول ده وان لاثنين دايبول، واحد هوريزونتال واحد فيرتيكال بهذا الشكل، واروح اعمل لهم الايمج بتاعتهم. يبقى ادي ايه؟ ادي الفيرتيكال وادي الهوريزونتال. الايمج بتاعتهم هيبقى ايه؟ الفيرتيكال هيفضل في نفس الدايركشن والهوريزونتال هيعكس الاتجاه، صح؟ يبقى الريزلتنج دايبول اللي هو جاي من مجموعه تو دايبولز دول هيبقى ايه؟ في هذا الاتجاه. يبقى الايمج بتاع دايبول كده انكلايند كده هو كانه دايبول انكلايند برضه هنا بس في الايه؟ في الاوبوزيت سايد. يعني كانك هنا عملت فعلا مرايه وبتشوف الميرور ايمج بتاع الدايبول ده هنا، بس تاخد الدايركشن بتاع الدايبول كرنت بحيث ان هو يبقى الفيرتيكال كومبوننت بتاعت الدايبول مع بعض. يعني الفيرتيكال دي بوزيتيف يبقى دي بوزيتيف، لو دي نيجاتيف يبقى دي نيجاتيف زيها. واضحه؟ طيب تعالى ناخد سيتويشن اكثر تعقيدا بعد الشيء، بمعنى ان انا بدل ما عندي دايبول اليمنت واحد لا عندي ديستريبيوشن اوف كرنت حاجه بهذا الشكل. كرنت على اللو قد يكون دي مثلا واير، ممكن يبقى واير طويل فاينت لينث ومحطوط فوق كوندكتور، تمام؟ وعايز اشوف الراديشن بتاعه الفيلد بتاعه او سولف الاكسبيرت بروبلم بتاعه، فبحط لها اجي اقسم بقى الايه الدايبول ده لحتت اللي هو اليمنتس، يعني اعمل له سيجمنتيشن كده. كل واحد كل حته او كل اليمنت هي في حد ذاتها واضع من الاوضاع دي، تمام؟ وبالتالي ليه ايمج تحت بنفس الطريقه هيبقى برضه دايبول مايل بهذا الشكل. فيبقى التوتال ايمج بتاع حاجه زي كده هو ان انت تعمل ميرورنج للايه الشيب دوت، فيديك ايه حاجه بهذا الشكل. طب الدايركشن اللي عليه بقى يبقى ايه؟ تحس ان الفيرتيكال كومبوننت يبقوا ايه؟ ما تتغيرش. يعني ده فيرتيكال، يعني كل اليمنت من هنا واجي اشوف الاليمنت المقابل ليه هلاقي الايه؟ ده كده ده كده، تمام؟ يبقى نفس الفيرتيكال كومبوننت في نفس الايه الدايركشن. الهوريزونتال كومبوننت عكس بعض زي ما اتفقنا في الايه في الايمج. يبقى انا كده اقدر اجيب الايمج او الايكويفلنت بروبلم كايمج بروبلم لاي اربيتري واير او اربيتري كوندكتور فوق كوندكتنج بيرفكت كوندكتنج بلين. ماشي الحال؟ تعال ناخد مثال على كده بقى. دي طبعا الايه الكلام اللي كنا بنقول عليه، لو انا عندي دايبول فيرتيكال يبقى الايمج بتاعته فيرتيكال برضو، لو هوريزونتال هيبقى هوريزونتال بس ان ذا ريفرس دايركشن اون ذا اوبوزيت دايركشن زي ما مرسوم. لو عندنا بقى البراكتيكال كيس او السيتويشن بقى عندي ان دايبول مثلا اباف كوندكتنج بلين، دي ممكن تقول مثلا ان انت عندك مثلا انتنه على فوق عربيه بارتفاع معين، او عندك البيز ستيشن مثلا بتاع موبايل ستيشن فوق الايرث. هي طبعا في رف ابروكسيميشن عنيف جدا. اولا بفترض الايرث دي فلات، تمام؟ تو بيجن ويز، فالابروكسيميشن ده طبعا ايه يعني هيبقى فاليديتي رينج بتاعه ان انت الكيرفتشر بتاع الارض بالنسبه للرينج اللي انت بتتحرك فيه يبقى قليل، يبقى كبير جدا بالنسبه للمسافات اللي انت بتتكلم عنها.
تاني حاجة ان انت conductivity بتاعت الـ earth infinite which is not the case برضه. فهي دايما احنا نلجأ هو دايما الـ approximation دايما تبقى بزينك حاجتين. دايما الانسان بيعمل ابروكسيميشن لتيجي تعجزه عن مواجهه الواقع يعني. فبيفضل حقيقي بجد الانسان لما بيعجز عن مواجهه الواقع يفضل يفترض عالم خيالي جميل يعيش فيه وخلاص. فاحنا بنعمل ده اللي بنعمله، احنا مش عارفين نسولف البراكتيكال بروبلم فبنفترض حاجه ثانيه اجمل نعيش فيها. بس هي في الحقيقه مش وحشه قوي يعني في جميع الاحوال، لانها بتديك حاجه قريبه من الواقع شويه يعني، بتديك صوره يعني تبقى عارف يعني ان انت بتديك حل قريب من الواقع مش هو بالظبط، بس تبقى عارف ان هو يعني انت قربت يعني مش بعيد تمام، بس تبقى عارف الليمتس بتاعت الايه بتاع الابروكسيميشن او الاسامبشنز اللي انت تستخدمها. طيب عندنا دايبول زي ما قلنا حطيناه فيرتيكال فوق كوندكتنج بلين، قلنا ده قد يكون مثلا دايبول على بتاع بيز ستيشن محطوط على تاور فوق الايرث. فأما assuming the earth دي perfect conductor و assuming الديبول ده infinitesimal و assuming ان ال earth دي flat يعني الدنيا زي الفل. فعايزين نسولف الايه البروبلم دي ونجيب الالكتروميتك فيلد اللي هو الراديشن فيلد تحديدا at far distance من الايه من الانتنة دي تمام. فنيجي نعمل ايه، اول حاجة نعملها نعمل الامج يعني ادي عندي الديبول اهون. الفرق هنا بس ان انا هحط كووردينتس عندي في الايه في البروبلم. فالكووردينتس ليتس سي مثلا ان انا عندي this is the y axis this is the z axis كده، وهنا الدايبول اهو، وده ليه لينث مثلا ليتس سي ال، والهايت بتاعه اللي هو زي ما قلنا ايه اتش، يبقى ده الدايبول. وهنحط له الاكس طبعا ايه اللي هو الاكسس ده. فنبدا نعمل الايمج بروبلم بتاعتنا. يبقى عندنا ادي الايه الاي نود اسيومينج كارنت عندي اي نود، والدايبول لينث هو هو ما اتغيرش حاجه، نص لفوق دايما ما بقاش فيه اي تغيير. اللي هيحصل بس ان انا هضيف اشيل الكوندكتور دون واحط image problem ان انا عندي another dipole at another distance h عند minus a h في الايه في negative z direction تمام. يبقى عندي ايه حاجه بهذا الشكل. وانا عايز اعمل ايه بقى، عايز اجيب الفيلد هنا at far distance في الفار فيلد، عايز اجيب الالكتريك فيلد في الفار فيلد تمام. يبقى الـ requirement هنا ان انا عايز الالكتريك فيلد في الفار فيلد بتاع البروبلم اللي هي بتاع البروبلم دي اللي هي نفسها زيها زي الايكوفلنت بروبلم دي. يبقى عايزين نجيب الايه؟ الفار فيلد. طيب اول حاجه ستيب في الفار فيلد ايفالويشن بنجيب الاي فيكتور في الفار فيلد، بنجيب الماجنتيك فيكتور بوتنشال اي فيكتور في الفار فيلد للبروبلم اللي عندي. عندي البروبلم دي عباره عن وايرز برضو ما اختلفش كتير الدنيا، بس بدل ما هو اليمنت واحد دايبول بقى عندي اثنين اليمنت حتتين واير. فالاي فيكتور برضو اي كان رايت ات ان جنرال في الفار فيلد هيبقى ايت ماينس جي كي ار على 4 باي ار انتجرال على سي سي اللي هو الكونتور الفيلمنت بتاعت اللينير كارنت اللي ماشي عندي اللي هو عباره عن اي اي اف ار برايم اي تو بلاش جي كي دوت ار برايم دي ال برايم دايركشن تمام. الار دي ان اللي هي عندي طبعا كي فيكتور كي نفتكر مع بعض كي كان along الايه؟ along radial direction كده اتجاه الاي ار. فكنا بنقول الكي ده عباره عن فيكتور الماجنتيود بتاعه اللي هو الكي اللي هو اوميجا على سي او 2 باي اوفر لاندا، اللاندا بتاعت الفري سبيس، والدايركشن بتاعه اللي هو في الدايركشن راديالي اللي هو اتجاه الاي ار، يونت فيكتور في اتجاه الايه؟ الراديال تمام؟ والار برايم اللي هي different positions بتاعت الالمنتس اللي بيكونتربيت للايه؟ الانتجرال دوت.
فالديفرنت اليمنتس دول عندي كام اليمنت؟ دي ار اونلي تو اليمنتس بالنسبه للبروبلم دي، اليمنت 1 واليمنت 2. اليمنت 1 كان سايل ان الايه البوزيشن فيكتور بتاعه اللي هو ار 1 برايم، واليمنت 2 البوزيشن فيكتور بتاعه اللي هو ار 2 برايم. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي 2 elements representing the problem بتاعتي r1 prime اللي هو هيبقى عباره عن h a z اللي هو الفيكتور r1 prime ده في الالونج الزد، فيبقى عباره عن ايه h في اتجاه الايه a z، و r2 prime ده عباره عن كام؟ minus h في اتجاه ال a z. يبقى الاي فيكتور اللي عندي هو عباره عن ميو اي تو ماينس جي كي ار اوفر 4 باي ار. هيبقى عندي 2 اليمنتس مجموعين على بعض اللي هي الكونتريبيوشن بتاع اليمنت 1 واليمنت 2. اليمنت 1 اللي هو هيبقى عباره عن كرنت اي نود في لينث ال اللي هو اللينث بتاع الدايبول الاولاني في الدايركشن اللي هو اي زد، بس ويتد بمين؟ بالترم ده لار 1. والاليمنت الثاني اللي هو اي نود ال الدايركشن بتاع الاي زد ويتد بمين؟ كي، كي واحده بس، كي روت ار 2 برايم. طيب كي روت ار 1 برايم كام بقى؟ بالظبط اللي هي كاني باخد الكي اللي هي كي اي ار دوت برودكت مع اتش اي زي اللي هي كي اتش اي ار اي زي اللي هي يونت فيكتور برودكت ما بين الاي ار اللي هو الاتجاه ده واي زي اللي هو اتجاه الزد اللي هو اوتوماتيكلي هيديني 1 باي 1 في كوساين ثيتا. يبقى كان الترم ده عباره عن كي اتش كوساين ثيتا. كي دوت ار 2 برايم هي عبارة عن كي اي ار نفس اللي قبل كده دوت، بس هنا ماينس اتش اي زي اللي هي هتديني ماينس كي اتش اي ار دوت اي زي اللي هي ماينس كي اتش كوزاين ثيتا. يبقى الاي فيكتور اوتوماتيكلي هيطلع لي كام؟ اي كان تيك الترم ده كله كومن من الايه؟ من التو ترمز دول، فيبقى عندي هنا ميو I node L eta minus j k r على 4 pi r ده كله along the z direction. هيبقى عندي المجموعة 2 exponential اللي هي تديني twice cosine k h cosine theta. يبقى ده ال A vector فين؟ في الفار فيلد. تمام، بعد ما جبت الاي فيكتور في الفار فيلد محتاج اجيب الايه؟ الاي ده الاوبجكت بتاعي، عايز اجيب الالكتريك فيلد في الفار فيلد. فانا جبت ادي الاي فيكتور ليه كام كومبوننت هنا في الفار فيلد؟ ليه كومبوننت زد زد دايركشن بالظبط. هحوله سفيريكال هيديه كام كومبوننت؟ اثنين ار وثيتا. طيب لو انا بجيب الفار فيلد الالكتريك فيلد ام انترستد وين ويتش كومبوننت؟ ثيتا بس ما عنديش فار. فالالكتريك فيلد بقى الفار فيلد كومبوننت الاي تبقى ماينس جي اوميجا اي ثيتا في اتجاه ثيتا. طب والاي ثيتا هي عباره عن ماينس اي زي ساين ثيتا. تمام، يبقى من هنا اقدر اجيب اللي يبقى الالكتريك فيلد عباره عن J omega e z sin theta اتجاه فين ال e z؟ ادي ال e z component اللي هي الترم ده كله without the unit vector. I substitute b هنا you're gonna get الايه؟ ال e vector اللي هو ببساطة هيديني ممكن نكتبه بقى بالمرة
2 كوزين خليها مع بعض كده. ده كله اتجاه الايه؟ اوميجا ميو بقى اقدر اشيلها، اشيل الترم ده واكتبه بدلاله الكي والايتا. كده القصه دي عملناها قبل كده لو تفتكروا، كي اللي هي اوميجا ميو سيمبلي هي عباره عن اوميجا سكوير روت اوف ميو ابسلون في سكوير روت اوف ميو اوفر ابسلون، تمام، اللي هي عباره عن كي في ايتا. كذلك برضو لو انت من باب العلم بالشيء لو عايز تعمل اوميجا ابسلون يو كان رايت برضو اوميجا سكوير روت اوف ميو ابسلون في سكوير روت اوف ابسلون اوفر ميو اللي هي عباره عن كي اوفر ايتا. يبقى عندي هنا ايه؟ فاقدر اشيل الترم ده واحط متجانس ايه؟ كي في ايتا اللي هي تديني في النهايه الكتريك فيلد عباره عن جي ايتا كي اي نود ال اي تمام جي كي ار اوفر 4 باي ار ساين ثيتا 2 كوزاين. ممكن الاثنين دي اكنسلها مع واحده من الفور اللي هنا او اسيبها براحتي يعني مش هتفرق. طيب الكلام ده فاليد فين؟ في الابر هاف سبيس، تمام. طب النص اللي تحت هل في راديشن فيلد هنا بكام؟ ده كوندكتور بزيرو، بالتالي اوتوماتيكالي في الزد اقل من زيرو اقدر رايت الالكتريك فيلد بايه؟ بزيرو كل اريحيه. طيب لو جيت اجيب الراديشن انتنسيتي يبقى نعمل ايه بقى؟ الراديشن انتنسيتي ايه علاقتها بالفيلد؟ ان انا باخد السكويرنج بتاع الفيلد بس اعمل له ويتنج بكام؟ بار سكوير. يبقى عندي اليو عبارة عن ار سكوير، وكان رايتد اي سكوير فار فيلد على 2 ايتا، اللي هي في حالتنا ما عندناش الا كومبوننت واحده للترانسفيرس فيلد اللي هي ثيتا كومبوننت، يعني ار سكوير اي ثيتا سكوير على 2 ايتا. يبقى ناخد نفس الاي ثيتا اللي جبناها ونضرب في ار سكوير، طبعا اوتوماتيكلي لازم الار سكوير تبانش من الديبندنسي بتاع اليو، ويتبقى لي عندي ساين سكوير في كوزاين سكوير في الترم ده. ده برضو في النص اللي فوق. النص اللي فوق بدل ما ريبريزنته زاد اكبر من الزيرو زاد اقل من الزيرو اقدر اكتبه بدايره الانجل ثيتا، بمعنى اقدر اكتب النص اللي فوق اللي هو اي دايركشن كورسبوندنج للبولر انجل ثيتا من زيرو لباي على 2، واي بوينت وذين اللور هاف سبيس كورسبوندنج لثيتا ما بين اكبر من باي على 2 لحد باي. ده يبقى كانه هو ايه؟ ريديشن انتنسيتي بزيرو، تمام. لو عايز اجيب بعد كده خلاص بروبلم وانس نيجيتد جوت ذا فيلد يسولف ذا بروبلم، يعني خلاص يعني بقيت البروسيس بعد كده فيري ستريت فورورد، سواء عشان تجيب التوتال ريديت باور هتنتجريت يو دي اوميجا اللي هي السوليد انجل بتاع السبيس كله اللي هي تحديدا هتبقى ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي وانتجريشن على الفاي من 0 ل 2 باي وثيتا من 0 لباي. هنا الريجن من باي على 2 لباي بزيرو، فيتبقى عندك بس انتجرال من 0 لباي على 2. هيبقى عندك ساين كيوب، هنا جايه منين بقى الساين كيوب؟ جايه من السكوير ده في الساين ثيتا اللي جايه من دي اوميجا، فيبقى عندي ساين كيوب ثيتا في كوزاين سكوير كي اتش كوزاين ثيتا دي ثيتا. الانتجرال ده ممكن تعمل تشينج اوف فاريبل وتعمل انتجريشن ده ازاي؟ لو عملت change of variable ان انت عملت x عبارة عن sin theta او sorry cosine صح، يبقى ساعتها dx differential x عبارة عن كام؟ هتبقى عبارة عن minus sin theta d theta صح؟ هو في رغي كتير ليه يا جماعة؟ في ايه؟ مالك؟ لا انا مش هجيب حاجه يعني، هي دي مثال عندكم في الكتاب مش انا اللي بخترعه يعني، فبعدين مش صعب. لا الهدف مش ان انت تعمل، لو حاجه معقده قوي هديك الانتجرال فورم بتاعها ما تخافش يعني، مش ده الهدف يعني. ها هنرسمه او ممكن ترسمه؟ طبعا ده انت لازم ترسمه عشان تتخيل ايه اللي بيحصل.
بس لما نخلص لسه، بس احنا لسه ما خلصناش يعني. تمام نركز بس يا جماعه. يبقى عندنا دي اكس عباره عن كام؟ ماينس ساين تيتا. يبقى نقدر نسبستيوت هنا الايه الانتجرال دون، هيبقى عندنا الايه الانتجرال فورجيت اباوت كونستنت اللي بره ده ما تغيرش حاجه. انتجرال هيبقى عندي على الدي اكس، هاخد واحد من الساين تيتا، ساين تيتا دي تيتا، يبقى كاني عندي ماينس دي اكس. يبقى ساين تيتا دي تيتا اشيله واحط مكانه ماينس دي اكس. والكوزاين دي هتبقى كوزاين سكوير كي اتش اكس، لان الاكس اللي هي كوزاين ثيتا. وبعدين هيتبقى هنا ساين سكوير ثيتا اللي هي اقدر اكتبه 1 ماينس كوزاين سكوير ثيتا اللي هي 1 ماينس اكس سكوير. وبعدين الليمتس بقى اللي هي ايه؟ اشوف كل ليمت كورسبوند لكام؟ يعني مثلا اكس ب 0 هتكورسبوند لاكس ب 1 لان كوزاين 0 ب 1 صح؟ يبقى ب 1 وثيتا باي على 2 كورسبوند لاكس ب 0. فيبقى كاني عندي بانتجريت دون ماينس دي اكس، اقدر بقى اشيل الماينس ساين وريفرس الايه؟ او اكتشينج الليمتس. يبقى انا عندي دي من 0 ل 1 دي اكس. طيب الانتجرال ده برضو ممكن برضو عشان نقدر نبسطه اكتر نقدر نشيل الكوزاين دي ونكتبها از كوزاين توايس الانجل، يبقى 1 هاف كوزاين 2 كي اتش اكس بلس 1. هنا هيبقى عندي دايما تريجونومتريك فانكشن مالتبلايد ببولينوميال الانتجرال. تمام البروسيس بتاع الانتجريشن ممكن نعملها عن طريق الديفرنشيشن باي بارتس اللي هي بالظبط اللي هي لو انا عندي جي دي اف باي دي اكس دي اكس اي كان سي انها ايكوال جي اف ماينس دي جي باي دي اكس اف دي اكس. ده انديفينيت انتجرال، كان الجي عندي هاخدها هنا هي الاي تيرم 1 ماينس اكس سكوير، والترم ده هو دي اف باي دي اكس. اقدر انتجريت دون بالنسبه لاكس ويبقى في جي واعوض بالليمتس، وبعدين هيبقى ماينس ادفرنشيت البرونوميال اللي هي الاوردر بتاعها هينزل على طول تبقى ماينس 2 اكس هنا في نفس الايه الانتجرال بتاع الاف دون، وبعدين ريبيت البروسيس دي تاني انتجريشن باي بارتس، بس هيبقى عندي دي جي باي دي اكس بتلعب مكان الايه جي، والاف بتلعب مكان الايه دي اف باي دي اف، بحيث ان ايفينشولي مع كل انتجريشن بروسيس الاوردر بتاع البرونوميال بينزل ايفينشولي هي هيفانش. تمام واقدر اوصل لايه لكلوز فورم انتجرال للايه للفورمولا دي. ما احنا قلناه يعني ما هو ماشي ما هو مش وقت كبير قوي يعني الى حد ما انا بحاول مينيمايز الايفورت بتاع الماث ايفالويشن، فممكن احاول اديك الانتجرال عشان ما تضيعش وقت فيه يعني I'll try to be kind as much as I can. ما تقلقش. طيب دلوقتي لو احنا عملنا هذا الانتجريشن هنوصل في الاخر للتوتال ريديت باور الاكسبريشن ده. الترمات دي جايه من الانتجريشن بروسيس دي. تمام فهتديني 1 اوفر 3 كوزاين 2 كي اتش اوفر 2 كي اتش سكوير بلس ساين 2 كي اتش اوفر 2 كي اتش كيوب، ويبقى عندي الماكسيمم انتنسيتي اللي هي كورسبوندنج للريليشن دي. هنا بقى نبدا نحس شويه بالباترن بتاعت الراديشن. الماكسيمم فاليو بتاع اليو دي هتحصل ات وات انجل ثيتا، هلاقي ان انا عندي على ما الساين دي تبقى ماكسيمم والكوزاين دي تبقى ماكسيمم، هتلاقي عندك عند الثيتا باي على 2 تحديدا هتديك الساين دي ب 1، والكوزاين دي هتبقى كوزاين 0 سوري كوزاين باي على 2 هتبقى 0 اللي هتدي كوزاين 0 اللي هتدي 1. فدي بقى الماكسيمم بتاع الايه التو تريجونومتريك فانكشن دول مضروبين بعض عند ثيتا باي على 2 اللي هو along any direction في الايه؟ tangent للكوندكتور، يعني ده الدايركشن اوف ماكسيمم راديشن.
اي دايركشن في الهوريزونتال بلين ده يمثل ماكسيمم راديشن. تمام، الماكسيمم راديشن ده اقدر احسب منه الدايركتيفيتي اللي هو الونج الدايركشن ده، اللي هو هيبقى عندي في الحاله دي اليوم ماكسيمم هتبقى بالقيمه دي. يبقى الدايركتيفيتي ماكسيمم عباره عن 4 باي في الماكسيمم انتنسيتي اوفر التوتال ريديت باور اللي احنا جبناها قبل كده، طلع لي 2 اوفر 1/3 ماينس كوزاين 2 اتش كي اتش على 2 كي اتش سكوير بلس ساين 2 كي اتش على 2 كي اتش كيوب. طبعا واضح ان هنا الدايركتيفيتي فانكشن في الهايت بتاع الدايبول، يعني كل هايت يدي دايركتيفيتي مختلفه، ممكن توصل لو انا مثلا لو الهايت بعيد قوي الترمات اللي على اليمين دي، يعني لو الاتش زادت قوي الترمات دي تبقى كان بي نيجلكتد ساتش ذات ان الدايركتيفيتي توصل لستة. يبقى كان دلوقتي وجود الكوندكتور قدرتي بوجود الكوندكتور دي تخلي الدايركتيفيتي بتاعت الدايبول اعلى. ليه؟ لان في الحقيقه ببساطه لان انا عملت ترانكيشن لنص الراديشن بتاعه تقريبا اللي هو في اللور هاف بلين. تمام، المره الجايه هنتكلم بقى على الديفرنت ليميتس دي لما ايه ناخد الاتش تروح لانفينيتي او زيرو ونرسم الباترن. كمان بالنسبه لامتحان الميد تيرم هيبقى داخل ان شاء الله لحد كل حاجه لحد قبل اللوب انتنا اللي هي المحاضره الجايه هنكمل الحته دي، حته صغيره قوي يعني الحته بتاع المونوبول دي داخله كل حاجه ما عدا التيرمينال مش داخل اللوب انتنا. ماشي، حته صغيره خالص.